مرحبا جميعا، هل أنتم بخير؟ اليوم نستمر لقصة المرة الماضية. كيف تعتقدون أن تغير قلب الولد المتضايق بعدما أتى إليه الأخ وعزة؟ أنا فضولية، اليوم سنتكلم عن مشاعر الحماس. دعونا نستمع إلى القصة بقلوب متحمسة. رأى الطفل الطابة التي كانت بيد الأخ وسأله: ما هذا بيديك؟ هذه طابة كرة القدم، أتريد أن نلعب سوياً؟ فأجاب الولد: نعم، سأشعر بالتحسن إذا لعبت بالكرة. يلا خذها. قال الطفل وهو يركل الكرة: هذا ممتع جداً. وأجابه الأخ: أنا سعيد لأنك تقول ذلك، خذها مرة أخرى. سنرسم المشهد الذي يلعب الطفل والأخ كرة القدم. تعتقدون أنها صعبة؟
أنلونها الآن؟ Thank you.
مرة سأخلط اللون الأزرق والأخضر الفاتح. اختاروا الألوان التي تحبونها واخلطوها واستكشفوا أي الألوان ستصبح. الرسمة تعبر عن مشهد حماسي جداً، وأنهينا الآن. كيف كان الرسم اليوم؟ قصتنا كانت عن الولد والأخ اللذان يلعبان بكرة القدم. هل تحبون يا أطفال اللعب بالكرة؟ وأنا أيضاً أحبها جداً. إذن نلتقي ببعض يوماً ما. دعونا نلعب بالكرة القدم سوياً. وللأسف حصتنا اليوم هي آخر حصة. لقد رسمنا ناس كثيرة حتى الآن. كيف لقيتوها؟ أتمنى ألا تفكروا أنها صعبة وتبتعدوا وتخافوا من رسم الإنسان. لا أريد منكم أن ترسموا بذات الطريقة كما علمتكم. أفضل رسمة هي عندما ترسمون ما تعتقدون وتشعرون بالحرية. تذكروا هذه النقطة المهمة، وسأعود في المرة القادمة. سأخبركم عن قصص أجمل في المرات القادمة. مع السلامة، باي باي.